أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. نذهب الآن وإياكم إلى العناوين. في البداية سنتوقف عند شيء من الاستياء الشعبي والتنديد بالواقع الخدمي بسبب سوء خدمة الكهرباء وتواصل انقطاعها ساعات طويلة، ثم نذهب بعدها إلى حديث عن دعوى قضائية رفعتها إدارة مستشفى الكفيل ضد ناشط تتهمه بنشر معلومات مغلوطة عنها، ثم إلى ذكرى حادثة سبايكر التي توافق هذه الأيام، والنائب جاسم الجبارة يؤكد أن المتورطين فيها لا يتجاوزون 50 شخصا، والختام سيكون مع أزمة المياه الملوثة التي تصل منازل المواطنين. وفي هذه الحلقة نستعرض شواهد من البصرة وصلاح الدين. أهلا بكم من جديد. إلى تظاهرة حشدة في المسيب شمالي بابل تنديدا بالواقع الخدمي وتراجع ساعات تجهيز الكهرباء، شارك فيها المئات من أهالي القضاء. الآن إلى حال المواطن البصري مع انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت نصف درجة الغليان في المدينة مع تراجع ساعات تجهيز الكهرباء. نتابع وإياكم. السلام عليكم. اليوم موتنا الكهرباء ماكو من الصبح، بس مع درجة الحرارة 50، طبعا درجة الحرارة 52 اليوم عندنا بالبصرة بالحيانية، وجوه بالبيت مصبابة الله وقتها بغيران فوق 60 جو بالبيت، لأن الكهرباء ماكو من الصبح لحد الآن. حالنا حال الكلاب، الكلاب تنام بالطين، احنا ننام بالطين، ها وسترت علينا، عندنا هاي شوية حديقة بالبيت طلعت من كيفها من رخيصة، موتنا وين نولي؟ والله العظيم عمي ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء، ارحمونا الخاطر الله الخاطر الكعبة موتنا. ها يلا الآن إلى مواطن يعترض بطريقته الخاصة. هذا المواطن قدم باقة ورد لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء الأسبق، واسمه حسين الشهرستاني، الذي وعد سابقا وتعلمون وعد بتصدير الكهرباء، وهذا الكلام كان قبل 6 سنوات. نتابع. نتوسل بكل ملائكة السماوات وشياطين الأرض أن توصل صوتنا إلى من لا يسمع، وأن توصل صوتنا إلى من له الصوت وإلى من له القدرة والقابلية. تعبنا يا ناس، والله تعبنا، تعبنا، معاناتنا مستمرة مع الصيف والشتاء، وكأننا في رحلة الإيلاف قريش وإيلاف الحكومة العراقية، ارحمونا. أقدم باقة ورد من لاستيك إلى عملاق الكهرباء وعملاق الطاقة الذرية ومبدع من مبدعي أغبياء بلادي حسين الشهرستاني، ونتمنى له أن يتذكر وعده لنا بتصدير الكهرباء، لأن العقود بدأت تنهال علينا من سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية تريد كهرباء. ترحمنا عاد يا مسكين، ترحمنا من ذبحنا. العقود من أجل استيراد الكهرباء بدأت كما يقول هذا المواطن تنهال على العراق من الدول المتطورة، يتحدث متهكما طبعا. الآن إلى موضوع آخر، وفيها الإعلامي الكربلائي حيدر هادي نشر قبل مدة مناشدة لمواطن كربلائي بسبب 39 مليون يقول إنه أنفقها وساق خسرها، أو أي خسرها، أين بالضبط خسرها؟ في مستشفى الكفيل. تعالوا نستذكر ونتابع وإياكم هذه المناشدة من الإعلامي. إحدى العوائل في مدينة كربلاء أنه دخلوا لهذا المستشفى، مستشفى الكفيل،
وبالتالي دفعوا اكثر من 39 مليون دينار عراقي، وانقطعوا رجلين اللي دخل يعني للعمليه دون يقدموا له علاج، وايضا ما صار له اي حل. انا وياي اخ المريض اللي هو ايضا نقلوه الان الى مستشفى الحسين المعد، ما عندهم فلوس، فهو ايضا انه يتحفظ انه يطلع صورته، وكل التقارير والادله والوثائق هاي موجوده، اكو حالات عشرات الحالات. اليوم راح نتناول بهذا التقرير ونسمع ايضا الاخ هذا باختصار. تفضل، شنو صار وياك؟ هذا الدراجه يعني نختصر الموضوع، طببناه عنده صحيح عنده كسور، عنده هذا بس الكسر مو توصل يعني يقص رجله، قصوا رجله وهسه راح يقصوا رجله ثاني، وعندهم اهم شيء مستشفى الكفيل عندهم الانسانيه ما هي، عندهم اهم شيء الفلوس. طبله جبتها ما يعاملني كمريض، يعاملني يقول لي انا سلم لي مليون ونص اصعد علاج للمريض، ما سلم لي مليون ونص انا ما اصعد للمريض ولا اشوفه. الدكتور يطب بالعياده تروح لي ب 25000، بالكفيل ياخذ 50000. 50000 ياخذ، كفر عمي كفر، ما في هيك. ال 39 مليون شلون صرفن؟ 39 مليون 9 ملايين و 386 بالصيدليه، وباقي هذا بالرقود، عنايه رقودها يوميه اليوم الواحد ب 500000. يعني انت جاي تعيش بشر من جديد، يعني جاي تبنيه 500000، وكل شيء ما سووه. ودوا اخوي لحالته الاسوء، وهسه اخوي انا حولت الحسيني من يعني من بعد ما اقدر، لان بعت العده وما عندي، يلا لميت هذا المبلغ. ويا ريت هم طاب، وحالته خطره، وحالته هسه كلش حرجه، والصور موجودات عند استاذ حيدر. عن معاناة أسرة دفعت الملايين في مستشفى الكفيل نشر حيدر هادي، وكان في المقابل هناك رد من إدارة المستشفى. عموما دعونا نشاهد الآن وثيقة صادرة عن مستشفى الكفيل، ومعها نمدكم بالقليل من المعلومات. بعد نشر هذه المناشدة رفع مستشفى الكفيل الذي تسبب بالكارثة التي استمعتم لها من خلال، طبعا قام المستشفى إدارة المستشفى بنشر دعوى قضائية ضد الإعلامي حيدر هادي، ووجهوا إليه تهمة نشر معلومات مغلوطة في خطوة عدها ناشطون بأنها تسعى إلى تقويض حرية التعبير. الآن نتجه إياكم إلى موضوع آخر، فيه أكد النائب جاسم الجبارة أن المتورطين بحادثة سبايكر لا يتجاوزون 50 شخصا، في حين حكم القضاء على 500 شخص بتهمة التورط فيها، فضلا عن وجود 1000 آخرين رهن التحقيق. وبين الإجبار أن ازدياد عدد المتهمين بالحادثة يندرج في إطار الاستهداف الشخصي والعداوات والابتزاز والمساومات السياسية. أخوان الأعزاء، من نفذوا جريمة سبايكر أقسم بكلام الله لا يتجاوزوا 50 واحد، وأنا مسؤول أمام التاريخ وأمام الله وأمامكم، وأحكي لكم إياها من المتضرر. إذا كان القصد إحنا أن نريد نساوي بين عدد اللي ثبتوا من أهلنا من الجنوب بالإعدامات والإدانة مقابلهم بنفس الرقم، هذا بحث آخر. أنا دققت مع القضاء اللي نحكمه لحد الآن تقريبا بالخمسمية وبعد أكثر. طبعا ناشطون أحيوا ذكرى حادثة سبايكر في ساحة التحرير الجمعة، ورفعوا شعارات اتهمت رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي، اتهمته بالمسؤولية المباشرة أثناء تشييع رمزي لقتلى حادثة سبايكر.
هذه التظاهرة التي شاهدتم صورا لها قبل قليل شاركت فيها ناشطة مدنية تدعى هناء أدوار، وبعد انتهاء التظاهرة وخروجها من ساحة التحرير تعرضت للدهس من قبل عجلة من نوع صالون. ناشطون قالوا إن الحادثة متعمدة بسبب موقفها من نور المالكي. الناشطة هناء تعرضت لكسور متفرقة وتم نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد ببغداد. طبعا هناء مشاهدين الكرام لها مواقف سابقة مع المالكي كما يتداول نشطاء عراقيون على فيسبوك، وذكروا منها أنها صرخت بوجهه في مؤتمر صحفي معني بحقوق الإنسان، وفي ذلك الوقت أمر المالكي أفراد حمايته بإخراجها بالقوة من قاعة المؤتمر. نتابع هذه الصور تبين كيف أصيبت الناشطة المدنية هناء إدوار في أعقاب مشاركتها بالوقفة التي سعى من خلالها عراقيون إلى التعاطف مع أهالي ضحايا حادثة سبايكر. هكذا الصور توضح أنها أصيبت في ساقها اليسرى بكسور. وصلنا الآن أعزائنا إلى موضوع آخر وهو قديم يتجدد ولا يزال قائما. دعونا نشاهد هذه الصور وفيها أزمة المياه الملوثة، كما تبدو هذه يعني الأشياء الصغيرة التي يستخرجها بعض الأهالي من المياه، ما يثبت أن المياه تكون ملوثة. تعود إلى الوجهة مرة أخرى في أحد مناطق البصرة التي تصلها مياه إسالة ملوثة طبعا، وتزود بها المنازل. حشائش وقواقع في يد أحد المواطنين أراد أن يثبت أن المياه التي تصل إلى بيته وبيوت الكثيرين للأسف غير مصفى ولم تخضع إلى أدنى مستوى من مستويات الرقابة. دعونا الآن ننتقل إلى جزئية أخرى في هذا الموضوع أيضا، مياه ملوثة تصل إلى البيوت العراقية، موضوع قديم يتجدد ولا يزال قائما. أهالي الإجبارية الثالثة في سمراء بمحافظة صلاح الدين عانوا أيضا من وصول الماء غير الصالح للشرب، وناشدوا دائرة المياه في المدينة لمتابعة هذا الموضوع. نشاهد المقطع الذي صوره أحد النشطاء ثم نعود. لا تزال المياه الملوثة تسيطر على واقع خدمي سيء يشتكي منه مئات الآلاف من العراقيين كما تقول مواقع التواصل الاجتماعي. الآن نتابع وإياكم صورا أخرى لعودة أزمة المياه وهي المتواصلة لليوم العاشر على التوالي في حي القادسية بتكريت في محافظة صلاح الدين. دعونا نتابع هذه الصور. المواطنون هناك أبدوا استياءهم وتهكموا من الماء الواصل إلى منازلهم كونه ملوثا ولم يخضع إلى المستويات الدنيا من الرقابة أو التصفية، وهذا ما تعززه الصور التي نعرضها على حضراتكم ونشاهدها وإياكم الآن. التلوث بين ولا يحتاج إلى تفسير وواضح لكل صغير وكبير. بعد فاصل قصير ننتقل وإياكم إلى فقرة فيسبوك. وصلنا الآن فقرة آراءكم. دعونا في البداية نشاهد أعزائنا المشاهدين هذه الصور، وبشأنها أعلنت الشرطة في كركوك يوم الجمعة أعلنت أنها قبضت على ضابط متهم باغتصاب أو لقيامه باغتصاب فتاة والاعتداء عليها جنسيا. وذكرت مديرية شرطة كركوك في بيان صحفي أنها اعتقلت ضابطا كبيرا في شرطة كركوك بعد قيامه الأسبوع الماضي بالاعتداء الجنسي على فتاة، وأضافت أن الضابط اعترف بخطف الفتاة واغتصابها في سيارة حكومية للأسف. وأوضحت أنه جرى اعتقال ضابط الشرطة وفق المادة 396 من قانون العقوبات العراقي. طبعا تفيد المعلومات التي تناقلها نشطاء مختلفون أن قيادة العملية المشتركة في كركوك أصدرت من جانبها بيانا بشأن جريمة الخطف والاغتصاب هذه
التي شاهدنا صورة من تقول الشرطة إنه الضابط الذي أوقفته بشأنها. الآن نقرأ عليكم أبرز المنشورات التي كتبها عراقيون في فيسبوك تعقيبا على هذا الموضوع. رافيل يكتب: مكافحة إجرام يخطف ويغتصب شلون ما تدري، هاي مشكلة التعيينات بعد 2003. ياهو اللي يجي يتعين بالأجهزة الأمنية قبل ينبشون عشيرته، يلا يعينوا، وكأنه يدعو إلى المحاسبة والمراقبة. حسن باشا يقول: حميها حرميها، هذا كون بزمن صدام هيك مسوي كان ثرمه هو وأهله، بس منو يحكي؟ حكومة مرتزقة فاسدة فاشلة ملتهين بالنهب والسلب، وكثيرون يؤيدونك يا حسن. بالمناسبة إلى منشور ثالث كتبه أو كتبته انتصار، تقول انتصار: يجب أن يعدم ويكون عبرة بنات العالم ليس لعبة بأيدي مثل هذا القذر الجبان الذي يمثل سلطة الدولة. عار على كل رجل في الدولة إذا لم يقتص من هذا الشاذ القذر. هذا ما قالته انتصار طبعا. ننتقل الآن إلى المنشور رقم 4، وفيه أمنيات معلقة هكذا تسمي نفسها، تقول: سيطلع بصايد شيوخ الرصيد أبو العشرة. على ما يبدو أن هناك مؤامرة، هكذا تريد أن تقول هذه الشابة. إلى من يسمي نفسه أصعب وجه تقراه العيون، يقول: هذا المفروض ينعدم أمام كل أهالي كركوك. لا أعلم، ربما ظل منشور أخير أو ربما كانت انتهت. نعم، روزالين الياس تقول: ما شاء الله، إذا حاميها حراميها، والله عايشين بالبلد بالقدرة الإلهية. حالة من الاستياء واضحة في التعليقات العراقية والمنشورات المكتوبة في فيسبوك تعقيبا على هذه الحادثة. كيف أن ضابطا ينبغي أن يكون مصدر أمن وأمان لمختلف المواطنين هو الذي يخرق القانون، هو الذي يظلم أبناء مجتمعه، هو الذي ينتهك الحرمات. للأسف، كيف سيكون مآله عقابه؟ هذا ما تساءل بشأنه هؤلاء النشطاء. بعد قليل نتجه وإياكم إلى فقرة هاشتاج. عيد الصحافة العراقية هو الهاشتاج الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة في تويتر. 4 من التغريدات نقرأها وإياكم تباعا الآن. هي التغريدة الأولى: كرار السراء يكتب: الذكرى 150 لتأسيس أول صحيفة في العراق الزوراء، تحية إجلال وإكبار إلى المخلصين لهذه المهنة والمحافظين على مصداقيتها والملتزمين بإخلاقياتها. عيد الصحافة العراقية. أحمد الشيخ ماجد يكتب: في عيد الصحافة العراقية نجدد العهد في بلادنا أن نكون ضد الاستبداد والمحاصصة الطائفية والعشائرية والميليشيات، ضد الفساد وتوزيع ثروات الدولة على الفاسدين، مع الناس ومطالبهم في كل بقعة عراقية، مع عراق ديمقراطي وآمن ومستقر بهوية وطنية واحدة، عراق يكون سيدا وفاعلا بمحيطه والعالم. كان هذا رأي أحمد الشيخ. إلى رأي آخر في تغريدة أخرى كتبها حسام، يقول: لا فرق بيننا وبين الصحفيين الأوروبيين بشيء سوى أن بلدانهم وفروا لهم الحرية المطلقة والقوانين الضامنة للوصول إلى المعلومات بانسيابية، كما أن الآباء المؤسسين هنا في أوروبا لم يكونوا بسطجية، بل كانوا مناضلين من أجل حرية الصحافة وتأسيس رأي واع ومسؤول. إلى التغريدة الأخيرة نذهب وإياكم، وكتبها فاخر، يقول: بهذه المناسبة أتقدم بخالص التهنئة والتبريكات للأسرة الصحفية العراقية، داعيا من الله أن يوفقكم ويحفظكم من كل شر ويسدد خطاكم في المساهمة لبناء عراقنا من خلال النقد الهادف وإبراز عناصر البناء الإيجابية ونقل الحقيقة للمشاهدة، والاستمرار باحترام شرف المهنة. عيد الصحافة العراقية. الصحافة مسؤولية وموضوعية، وهي أمانة مجتمع قبل أن تكون أمانة عامل. بعد قليل نتجه وإياكم إلى الفقرة الأخيرة، وفيها عدد من الفيديوهات المتنوعة. لماذا قام بعض من النشطاء في فيسبوك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بتبديل صور حساباتهم إلى اللون الأزرق؟ الفيديو المقبل كفيل بتوضيح الإجابة.
التضامن بوازع الإنسانية واجب أخلاقي وإنساني، فكيف إذا كان هذا التضامن مع أبناء دامنا العربي؟ الآن إلى تعديلات على قانون تأشيرة السفر إلى أوروبا، تعالوا نتعرف وإياكم على الجديد من هذه التعديلات. ربما كان من الطبيعي أن تحدث أزمة بين دولة وأخرى، بين أبناء الدولة ذاتها، لكن أن تحدث أزمة بين بلديتين في دولة واحدة، قامتا هاتين البلديتان أو هاتان البلديتان بترسيم الحدود بينهما، تلك والله هي الغريبة. أزمة بعد ترسيم حدود بين بلديتين في تونس، نتابع. في الفنوات من جديد، احنا كبلديه وكمواطنين نتاع الواد ماناش مسلمين بحقنا، اعتداء فاحش على اراضي المنطقه وعلى حرمه البلديه. لم يتبقى شيء نقوله بعد الذي شاهدناه. في النهاية نشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم بخير، إلى اللقاء.